ندخل في الموقف العملياتي. قبل ما ندخل في الموقف العملياتي عندنا موسى هلال. السيد الزعيم موسى هلال نديه مكانته يعني ونديه حقه مع زوج الشيخ وزوج الزعيم. وده مؤسس يعني ما قبل حمدتنا حمدتنا كانوا فرنجات شغالين تحته ساي. طيب هذول من اعلن انضمامه الزعيم من اعلن انضمام القوات المسلحه. الكلام ده طول طبعا وعمليات الدعم مستمره، الجيش قاعد يسلح فيه زقائر اسلحه نوعيه، لكن ما شايفين لك شغل. شايفين لا موسى هلال ده شغل؟ سؤال، شايفين لا موسى هلال ده شغل؟ ما شايفين لك اي شغل، شايف انه في اعداد وفي تسليح وامس ده وصلك سلاح. امس ده وصلك سلاح. لكن ما شايف لك شغل يعني. ما شايف لك شغل، وانا شايف السلاح ده الاولويه ناس المقاومه الشعبيه يعني، طالما انك انت بتستلم سلاح وشغال تجنيد وقاعد والعدو بيهاجم الفاجر وبيهاجم المناطق اللي حولك، يبقى هنا المشكله. انه السلاح ده يمشي للمقاومه الشعبيه بدل ما صارفين عليك مليارات الدولارات وما قاعد تقاتل، دار تدخل بتين يعني قواتك دي دار تدخلها في القتال ده بتين، دار تدخل في الحرب دي بصوره مباشره بتين. شغل بتاع التصريحات ده ما بينفع، ما بينفع. وبعدين الدعم المفتوح للزول ده انا ما عارف القصه شنو يعني، ما قادر افهم لحد الان. موسى هلال ده ما شفناه، ما شفناه، حولك كله جنجة، قريبين منك الجنجة ما تمشي تشتبك معاهم، ما تمشي تشتبك معاهم. وده الكلام اللي احنا في البداية حذرنا منه. احنا دارين نشوف بيان بالعمل، دارين نشوف بيان بالعمل. لحد الان منذ انضمامك او اعلانك انضمامك للقوات المسلحة وادنت الميليشيا دي والجيش وثق فيك والان بيدعم فيك، لحد الان الدعم مستمر، ما شفت لك يعني موقف، ما شفنا لك موقف لحد الان، ما شفنا لك قوة تحركت هاجمت الجنجة ديل في منطقة او اشتبكت معهم. حتى الملاحظ انه تصريحات الجنجة ضدك اختفت يعني، تصريحات الجنجة لو ملاحظين تجاه موسى هلال اختفت، صح ولا ما صح؟ فنحن دارين توضيح يعني. الزول ده لحد الان ما دار ينخرط في القتال ماله، دول المشتركة جات وراك انجزت وابلت بلا حسن ودخلت الميليشيا في فتيل ودحرتهم. الليله ده المشتركة في وادي انبار، امشي شوفهم عاملين شنو في وادي انبار، امشي شوف المشتركة في وادي انبار عاملين شنو الليله ده. انت وين، وين قواتك؟ وين قواتك؟ كده سؤال. لا بنخون زول، لا عندنا شغله مع زول، لكن اخواننا الصح صح. انا واحد من الناس ما بعرف اطبل لمتين، الحرب ماشي العام الثاني وانت لحد الان قاعد، ولحد الان قاعد بيجيك السلاح احدث انواع الاسلحه جاتك لمتين يعني، دار تدخل 200 معقوله؟ ده فيما يخص موسى هلال. احنا دارين بس نشوف تحرك لموسى هلال او نعرف انه الزول ده معانا ولا ضدنا يعني. سؤال، ما هو ذاته يعني حاجه بتحير يعني. المعلومات وصلتني والمتاكد منها ان الزول لحد الان الجيش قاعد يسلح فوقه، لحد الان شحنات السلاح بتصلوا يعني، اموره ظابطه. يبقى ليه لحد الان ما دار ينخرط في القتال وما دار ينجز؟ احنا همنا كله اننا نكسر شوكه الميليشيا دي في القريب. الان شوكتها اتكسرت حول الفاجر والمشتركه زي ما وريتك في حتات، انا ما دار اوضح لك، لكن الناس دي شاقين طريق ومقربين من مناطق، وغريبا ان شاء الله بتسمع المشتركه قاموا ستفوا الدنيا دي تماما يعني. موضوع بتاع الفاشر ده بقى اعلام ساي، ما عندهم اي حاجه. الجنجة الجنجة بيقول لك انا حاضر فاشر، تبرق المشتركه تمشط، ما في ديك عرباتهم محروقه، عرباتهم محروقه، ماتوا 36 ولا اكثر من 66 قائد من قيادتهم الميدانيه ماتوا في تسللات بتاعت الفاشر دي. غير انه الطيران دق فيهم دق كويس، وغير انه المشتركه دي بدات تكابسهم ودخلتهم في حصار ذاته. هسه انا بالنسبه لي الجنجة حول الفاشر دي لهم زادهم في حصار يعني، هم زادهم في وضعيه الحصار، هم ذاتهم الان في وضعيه الحصار، كيف يحلوها؟ طيب بالنسبه للجيلي، لحد الان الاتصالات متواصله، الجنجل قاعدين في الجيلي، دارين نسلم، دارين نسلم، دارين نسلم، دارين نسلم، مجموعه ورا مجموعه، مجموعه ورا مجموعه، مجموعه ورا مجموعه. معقوله؟ فجأة كده بس خلاص دارين تسلم، وبعدين يعني ديل احقر جنجي على وجه الارض الجنجي بتاعنا الجيلي ده. شفت فيديوهاتهم وشفت طلسم وشفت حاجاتهم وشفت العمليه اللي عملوها في محمد صديق.
هنزل فجأة كده بس حكمت معاهم. طيب مجموعة أولى طلعت سلمت، مجموعة ثانية طلعت سلمت، مجموعة ثالثة طلعت سلمت، مجموعة رابعة طلعت سلمت. ده في الأيام الفاتت دي. ليه الجنجة يعني ما دارين يسدوا الثغرة دي ويقفلوا الطريق ده؟ ما هو ده برضه سؤال، ده برضه سؤال. احنا الحقيقة دارين نوصلها لقيادة الفرقة السادسة مشاه. الرسالة دي انا وصلت لكم انه نازل ما يقعدوا في شندي، ما يقعدوا. اي نعم في جزء الدم ومدرمان وجزء لحد الان قاعدين، بس شفت ذاته ما يقعد. قاعد 3 يوم ده تقصير منك انت. خدت عليك تاخ قاعد 3 يوم يا قائد الفرقه هناك، تقصير منك انت، تقصير منك. سلم طوالي تزج ترمو تودوه يرمي قدام، يرمي قدام، ودوه درمان، ودوه المحاور الملتهبه دي، ودوه هناك اتجاه السنار بغادي، ودوه من اي حته. والزعوم ذاته نازل ما يكونوا مجتمعين، ما بدع اتنين لو بتعرفوا ما يمشي سوا. ده المفروض يحصل، ده المفروض يحصل الان. لكن الاستسلامات والاتصالات دي في حاجه مريبه، في موضوع يعني انا ما قادر افهم، ما قادر افهم الشغله دي. بس فجاه كده نازل يعني، وحصلت المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، المره الرابعه. ليه الميليشيا ما دايره تمنع النازل؟ تقول لك ما بتقدر، بتقدر نازل عامل لهم كبر ولا كيف؟ هذا احنا انا غايته باخد كل الاحتمالات. انا الدائرة منك انت قاعد الفرقه السادسه نازل فيكم، فيكم وديم المحاور بس، وديم لنا سندر مانادل، خلينا ناس العمل الخاص والجماعه بيغالي، وفي ناس مشتركه هناك برضه قاعدين، خليه يوزعون معاهم، خليه يدور الشغل بيغالي هناك. لكن بشند ثاني احنا ما دارين لنا اي ذل على الاستسلام او وضع سلاح، اخذت سلاح وجه، ما دايرين النهايه ولا نشوفه هناك، ولا نشوفه هناك. والله العظيم وعيوننا جوا هناك. هسه في جزء الدوم تجاه السركات بغادي بهناك، البقيه ديل برضه ارفعوهم ودوهم. ده المطلوب منكم، ما دايرين حاجه كثيره. طيب الجيل ذاته فضل فيه شنو تاني؟ كده سؤال، انت لحد الان ما قدرت تهاجم الجيل لشنو؟ سؤال، انت لحد الان ما قدرت تهاجم الجيل شنو؟ اذا كان الجنجل فيها فلنفرض انهم استشعروا الخطر وشافوا انه الشغله دي صعبه وان الموضوع ده انتهى، يبقى انت الموقفك شنو؟ ما ده انسب وقت انك انت تتحرك يعني. هسه على الاقل فك العمل الخاص بس، لو ما هسه صوروا لنا من داخل المصفى ده، شنو شابكين على مصفى مصفى؟ فيه شنو هسه تاني؟ كده سؤال، فيه شنو؟ طيران مدفعيه عمل خاص. هسه ده بتم استلامه، هسه ده بتم استلامه، بدل كل مره شايفين لنا مجموعه والناس كلها قاعد ترجف، الناس زي ما الناس زي لا حاجه، الناس تخاف لا حاجه، لانه في حاجات كده بدات تظهر مخيفه صراحه يعني، مخيفه. ولو حاجه المواطن يخاف، ولو حاجه يسال، ولو حاجه كده، ما نحن نقعد كل مره نجيب المواطن التويت تويت تويت تويت. نحن دايرين الاجراءات الصحيحه، ما دايرين الشغله تنفذ. شوف الموضوع بتاع الخلايا النايمه ده كيف، دايما الخلايا النايمه من جوه ما بتعمل حاجه غير انها ترفع تقارير وهنا، ده كل اللي بتقدر عليه. لكن الاشكاليه في العتاد، يعني مثلا منطقه فيها خلايا نايمه لما تجي قوه بعتاده والخلايا دي تنفتح على القوه دي وتتسلح، يبقى دي الاشكاليه. لكن زي الابيض تقول فيها خلايا نايمه هيعمل ايش؟ ما هيعمل اي حاجه، لانه ما في اي قوه جات سلمت في الابيض، ولا في اي قوه قريبه ذاتها من الابيض، كلهم مجدعين ورا هناك. طيب زي شندي دي الان هم ارضا كده ما بيجوك، عمليات بريه كده تدخل باشا شندي كده، شندي دي فيها جيش وفيها اي حاجه وفيها احتياط، فيها اي حاجه. ما دام نتكلم ده عن الامكانيات ولا القدرات الموجوده في شندي، لكن النوعيه اللي بيجوا زي ديل، ديل منهم الخوف، ديل منهم خوف. نازل ده تخليهم داخل شندي، يبقى انت بتمهد، لانه الشغله دي تنفجر من جوا، ولو الشغله دي انفجرت من جوا ما بتتلم تاني، ما بتتلم تاني. فعشان كده الناس تعمل الصح، بس احنا غير الصح ما دارين منكم اي حاجه ولا دارين اي ثغره. بالذات انا شندي دي، شندي دي بالذات شايف قلة ذبح جنجة، وشايف الفوضى بتاعتهم، شايف الحقد اللي بيكنوا تجاه ناس شندي وعطبرة والاماكن دي، ومروا الاماكن دي، شايف الحقد وشايف الشغل الموجه وشايف الخطابات بتاعت الكراهيه. يبقى المنطقة دي تأمينها وتمسك فيها بكله،
بكله تمثيل ما عم نقبل فيه ولا احتمال شفت ولا ذاته ندي فرصة انه الجنجاوي ده يفكر انه ممكن يشتغل من جوا. لا لا المفروض تكون في قوانين رادعة. اي جنجاوي قاعد هناك في شندي, اي جنجاوي قاعد هناك في شندي ثبت انه تبع الجنجا ما في سبب بيخلوه قاعد الان, المفروض تكون في عقوبات رادعة. بالنسبة للموقف العمليات اخواننا الايام دي في محاور شغالة, ده الملاحظ في شغل في بعض المحاور في شغل. عندك الطيران دق اهداف في قندهار استهدف تجمع للجنجا محل بوزع فيه الوقود, جنجا نفسه محل بوزع فيه الوقود وبيع فيه الممنوعات. الطيران استهدف ضربة كانت يعني موجعة مؤلمة للجنجا, ماتوا فيه عدد كبير جدا جدا من المرتزقة. طلعوا عملوا فيديو قال لك يا اخي والله العظيم احنا ما عارف ندين وما عارف نستنكر والطيران ضرب مواطنين. ما في مواطن, ما هو مواطن الان يجي يقعد معاكم يا جنجا, ده ما مواطن بالذات في النقطة دي في الحتة دي بالذات في التجمع ده ما مواطن. ما في مواطن, مواطن علاقته شنو بتجارة الوقود هنا في المنطقة دي وتجارة السلاح؟ علاقته شنو ده في قندهار؟ علاقته شنو بالكلام ده؟ كلكم لابسين كتمولات وشايلين اسلحتكم وقاعدين تتفاضحوا, الطيران دقاكم تقعدوا تتبكوا 50 مواطن, ما 50 مواطن, الطيران دق فوق لل 100 وكسر منكم ديل انجغموا. دائما جاغيتوا دي العمليات الارضيه بتبدا, انا اقول لك بكره ولا بعد بكره لكن بتبدا العمليات الارضيه ده عشان يترفع تمام مغربي ام درمان والناس تمشي جنوب ام درمان تحسم الفوضى الموجوده هناك في جرحى وفي جماعه في بواقي كده بتاع جيجي هناك وقيادات ناس الفاتح جادين وما اعرف حارن اضانين. انا ما اعرف الجنجي ده بيسموا الناس زي بشنو زاد اسماء كده غريبه جدا جدا. ديل قاعدين هناك بيغادب هناك جزء من مجموعات على فضر واحد كده اسمه الطاهر حران ولا الطاهر حران والجماعه ديل قاعدين جنوب من درمان بيغادب هناك ما عندهم اي حاجه, عمل خاص عادي بتم ما فيه بكتمه في معادي فضلت بس التوجيهات بالتحرك. سلمنا غرب ام درمان نظيفه, جنوب ام درمان نظيفه, دايرين ام درمان دي كلها كده منطقه امنه, منطقه امنه عشان الناس ترجع. طيب بالنسبه للامور في ام درمان ماشيه, ناس قاعده وناس كثيره رجعت والامور تمام يعني قاعدين ما يخوفوك ببرنامج التدوين ويقعدوا يفزعوك ويقول لك قال اسمع والله العظيم التدوين وما عارف شنو. ما في زول بيموت ناقص عمر يا زلمه, ما في زول بموت ناقص عمر, ناس رجعت وقاعدين وبعض من الاسواق شقاله والامور تمام. طيب جنوب الخرطوم, جنوب الخرطوم شايفين الجيش او العمل الخاص شقال وكل مره يستلم موقع وبرضه بيجوا يشتغلوا بنفس الاسلوب والتكتيك بتاع بحري ويرصدوا التحركات بتاعت الجنجي. عندهم مخزن بتاع ذخاير الليله, الجماعه جغموا جغموا الناس اللي جابوا سلاح كده, ناس جنوب الخرطوم ديل ناس المدرعات ديل سلاح كده خطير يا معلم والله العظيم. ما تقول لي متحصن ولا هنا دشم وهنا دي بياكلها عادي, شغل موجه شغل موجه. بيحفر العمارة دي حفر, بيحفر العمارة دي حفر, وده الحاجة الآن الحياة دوبها كمية من القناصة وشغل كله دقيق. عارفين القناصة قاعد لا معاه مواطن لا معاه هنا بيتم بنو بكله, وده طبعا البدايه للمدينه الرياضيه والبدايه لجنوب الحزام. برضو جنوب الخرطوم تحتاج لعمل ارضي واسع, جيش زي هنا محتاج لعمل ارضي واسع في مقبل الايام ان شاء الله بيحصل الكلام ده. ما تسمع نازل قاعدين في المدينه الرياضيه عددهم كم؟ والله الانسحابات الاخيره دي نازل ما فضل فيهم حاجه كثيره. حتى جنوب حزام بيقادم هناك القاعدين كلهم مستنفرين وكلهم كتكات وكلهم لصوص وكلهم ناس بتاع شنو؟ مصلحة. لو قامت طلقة والله ما تلقى ولا زول, اقسم بالله الناس زي لو شافوا جيش كده وعمل خاص عديل ماشي عليهم اقسم بالله ما حيفضل فيهم زول. كتكات ديل بقاتلوا ما بقاتلوا, كتكات ديل ما بقاتلوا على الاطلاق, ما تسمع الدعاية. طيب عندك حول القيادة ما في حاجة غير التدوين المتقطع, غير التدوين المتقطع ده ما في اي حاجه. عندك بحري بيغادي هناك العمل الخاص شغال ليل نهار اي وقت اي وقت, الناس شغالين قصف مدفعي مستمر
ما وقف لحظة. سامعين انت براكم دل 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 ده كله شغل بتاع مدفعية. ده كلها مدفعية موجهة عندها أهداف معينة بتدقها. أمس في شارع مور شايف في هدف ارتكاز كده شبه ارتكاز، ده انجغم انجغم عادل كده، ده شغل متطور، ده زيه ما في نهاية جنجة. ده كله شغل موجه. ودي الأصنعة الجديدة اللي احنا وريناكم، وريناكم الشغلة دي الموضوع اختلف ما بقي هزار. جنجة الأصليين قاعدين هناك مع أخواتكم انتوا متعاونين، هوي متعاونين بتاع بحر ديل. الجنجة الأصليين قاعدين جوا مع أخواتكم ومع أمهاتكم ورا هناك، وانتوا خاتنكم في الارتكازات الوهمية دي. تنجرم والله زول شغال بيك ما في، والله ذات زول بيعرفك ما في. ياخذ ليه ما الجو؟ ياخذ ليه ما الجو؟ الجنجة الأصليين بيقوموا بكاتلوا، فكوا الفلنقات ديل ها؟ ومثبتين ايوه قاعدين جوا. بحري كبحري كنترول تام. بس بحري ده بس قاعدين على التعليمات. هس الليله لو جاتهم تعليمات باكتساح وشغل براك تشوف الفضائح بتاعت الجنجة. وبراك تعرف ان الشغله دي عباره عن زيف، وانه السيطره دي مدي الموضوع اكبر من حجمه، وانه الناس زي ما فضل فيهم اي حاجه، وده كله شغل ساقط. ده كله شغل ساقط. ده كله شغل ساي والله العظيم. الجيزه لو اتحرك بيكشف عورات الميليشيا، وبثبت كلام انه نازل بيقوا عباره عن اسماء فقط، يعني فقط ينقصهم التحرك. طيب بالنسبه لجزيره عندك محور قربي، المحور بتاع المناقل، المحور الشغال صحيح صحيح شغال مقابسات، نازل ما ارتاحوا ولا بيرتاحوا ولا بهذا بال الا يوميا يجيبوا لهم كم جنجويت كده، ولا يشوفوا لهم كم جنجويت مجغوم، ولا يشوفوا لهم كم ولا يجيبوا لهم عربية بل ميت. النازل في اليوم بيجيبوا لك أربع خمس عربات، في عرب واحدة تلقاها في التالي، والبقية كلهم عربات بتاعت شنو؟ مواطنين نهبوها الجنجة. نازل ما خلوا أي حاجة، حتى العربات الميتة ديك زادة نهبوها، شفشفوا نازل شفشفة زي الشفشفة. يقول لك الديمقراطية ونحن جايين، ايش الديمقراطية في عينك يا ديمقراطية في عينك يا جنجة يا أخي، أنت ايش عرفك بالديمقراطية؟ طيب بقية المحاور شغالين تدوين و فقط، ما في اي حاجه شغل بتاع مسيرات. الربيع لحد الان ما داير يتحرك على جبل مويه. سعادة اللواء الربيع لحد الان ما داير يسترد جبل مويه. اتحدى اي زول يقول لي الجيش بعيد من جبل مويه، الجيش قريب من جبل مويه، حاضن جبل مويه ده حضن عديل. الجنجة بينشافوا له لكن ما داير يدي تعليمات باستلام جبل مويه. هسه اذا شفت تعليمات بس، قدم تعليمات قال لهم خشوا هسه بخشوا. ما في اي حاجه، حتى التدوين ذاته كان في بداية الهجوم على أو بداية تقدم الجيش على اتجاه جبل مويه ده، الهجوم التدوين الأول ذاك وقف، ده الوقف ده اللي يدل على إنه نازل ما عندهم ذخاير. ما عندهم ذخاير يا زلمة. ما عندهم ذخاير، ما تسمع. ما أعرف الربيع متخوف من شنو لحد الآن، سعادة اللواء الدكتور الربيع. ما أعرف. منتظر شنو؟ لحد الآن ولا داير توجيهات من وين ولا؟ منتظر يا تجيش ولا الحاصل شنو؟ كذلك الدندر جيش قاعد يعاي من بعيد، مشتركة قاعدين، مشتركة قاعدين كويس، مشتركة قاعدين. شغلة عجيبة يا أخي. شوف معاي ده باللي ده مدور الزول تلقاه، أقسم بالله العظيم أنا في عسكري من الفرقة 22 ده والله قصة لي قصة، والله دموعي نزلت يا سيد. دين الضباط كده يا زول، ما هو ده اثناء التدوين اثناء العصر الصحيح صحيح كان بتفقد عساكره. والله اللي جماعه لهم بقول له يا سعادتك ارجع يا سعادتك ارجع. دي كده العسكريه، انا اشوف القائد بتاعي قدامي والله اخش النار وراه. خلي انت قاعد مصندق لي ورا هناك وقاعد وده كويس، عساكر يا ابطال بقول لك سعادتك ده نتحرك ده نتحرك، عساكر زي النار يا اخي. انت قاعد تمسك لنا العساكر تعبهم من راسه، انت قائد فرقه ولا شنو؟ ولا مازول من دار هيتها؟ انا قال لك شوف لك شغل اقدا، اقسم بالله يا زول يا اخواننا والله يعني احنا فينا كملت، نقول شنو ذات بقلبنا؟ ما شغال الشغل العسكري المطلوب منك يا اخي، انت قاتل قاتل قاتل. لو هزمتها احنا ممكن نقول يا اخي والله زول قاتل. قارنا بينكم من معاويه ودرمود، ما عندك اي علاقه مع النازل، ولا كانه كل طلعت منها انت، طلعوا منها النازل طلعت منها انت. سلاحك افضل من سلاحه، امكانياتك افضل من امكانياتهم، عددك اكثر من عددهم. والله العظيم اقسم بالله زي الربيع لو كان ماسك بابونوسا كان زمان اسمه تغير، كان ما زمان اسمه تغير. جايبينه لنا هنا، الناس كلها ما تفرح بمنطقه وانه الجيش ماشي كويس،
يجيبوا لك زلمه تقعد قدها زي احمد الطيب، زي احمد الطيب. احمد الطيب لما الجيش ده هو جن ديل السلل وتحرك وفاتوا بالقطاع ومشوا على الفرقه الاولى دي، قلنا خلاص دي كده الكماشه ذاته. ديل خفوا الضغط على الخرطوم وناس الجزيره جغموا النازل لك بدل هم قاعدين ساي، فجاه كده الزول ده نهارا جهارا انسحب، خد لك المواضيع لحد الان داخل في بتيل انسحب. النادي يقول لك احمد الطيب ده توجيهات جاي من البرهان عليكم بالبرهان، يا اخي البرهان ده اللي بتخليه يتفرع على الناس شنو؟ ما مثلا الناس وديل زي العوالق ديل. لو البرهان ده كان الليله لقى كويس، لو البرهان ده كان الليله لقى اسمه شنو؟ لقى قيادات حارين ومالين قاش بصحيح صحيح وخالفوه، لما عندك معاويه ده ما خالف قبل اليوم، ساعدت معاويه ده خالف وكلامي ده بوصل اقسم بالله، ساعدت معاويه ده خالف بتاع الفرقه 22 ده خالف عادل لما قال له انسحب والنازل نجمعهم في محل واحد والطيران يجي يشتغل وارجع قال لهم تصفيكم يا موسى هلال. ده بذره بتجنجويد جيش خطوه في دارفور مستقبلا. ليه جيش قال يستمر بتسليح موسى هلال وزول ده من يوم الاعلان انحياز حقه ما رفع سلاح ضد اهله؟ ليه؟ هسه الناس التعبير اللي حرس الحدود بره يوم واحد زول شاكل جنجويد ما في الان بشاكل في دارفور ديل، الحركات المسلحه والتوربورو ديل فقط بواجهوا جنجويد، لكن القبائل المنتمين لجنجويد ديل فرقه الصحوه او حرس الحدود دول كده رفع سلاح في اهله ما في، والجيش قاعد يستمر في تسليح حقهم. ده زي ما قلت انه ترك الف استفهام. موسى هلال وقوات حرس الحدود ديل جنجويد سر. الحرب ده سينتهي ان شاء الله، لكن في دارفور ما دايرين تاني نشوف لا حركات ولا توروبورو ولا حركات الجنجويد ديل الجيش خطوم ديل حرس الحدود ولا موسى هلال ديل. عاوزين نشوف جيش فقط قوات الشعب المسلحة السودانية. الحدود ذاته مفترض تحرس الجيش مش جنجويد. اذا خليت اي قوات في دارفور غير الجيش السوداني انتوا ذاتكم ما دايرين دارفور يستقر. في ناس طلعوا من فرقة الثالثة مشاء شندي يتكلموا عن الأسرة ديل، طلعوا يتكلموا بيقولوا عن الناس اللي في الميديا بيتكلموا في موضوع شندي ده، كان لازم تتكلم بدون ما عندهم أي إلمام. الوضع الماشي في شندي جنجويد ديل هم منتهيين ما عندهم أي عطاط وطالعين مستسلمين بيتكلموا زي ده، وبكلامكم ده انتوا قاعدين تروجوا لجنجويد وللقهد ديل. أي مواطن إخوانا من حقه يقول أي شيء عشان أنت تعمل الصح. الجنجويد ديل موجودين قريب من أقل من 10 كيلو قاعدين في حجر الأسد، لا قدر الله أقل هجوم كان جاي نازل جوا دور جوا ذات ما بعمل الغلغلة ما تقدر تتحكم عليه. والجنجويد شغال الخطة شغال فيه تسليمنا أخوانا دي خطة يعني قدر حياة الجيش إنه الجيش ما هاجم مسجل أكتر من شهرين. بقول يا أخي نازل قادرين نتفاوض معاهم قادر يستسلم أصلا ماشيين أكتر من شهرين موقفين عمليات، ده برضه ما من مصلحة الجنجويد. فكرة المستسلمين ده اللي يمشي يقاتل مع الجيش ده فكرة دي فكرة لا يمكن انه يحدث يا ابراهيم. جنجويد هو جنجويد قاعد يقاتل الجيش اكتر من سنة ونص، اجي يستسلم تدوس سلاح تقول امشي يقاتل مع الجيش؟ احتمال ده تدوس سلاح ممكن ينتحر بكم كله، كلام فكرة غلط. الموضوع تجمعات ده جنجويد ديل ناس يتكلموا كتير يا اخوانا. اي مواطن ابتعد من اماكن تواجد الميليشيات ده من مصلحتك انت، كل ما ابتعدت من اماكن تواجد الميليشيات انت حافظت على حياتك، لأنه جنجويد ده إذا اتبلى مباشر بيجي بينتقم منك، برد دمك صواريخ كده بيجي بيقول يا أخي الجيش ضرب مواطنين، ده كلام البامولو.